شهر على اليوم المشؤوم الذي أودى بحياة المصور عصام عبد الله وإصابة زملاء آخرين. استطبع باستهداف آخر للصحفيين في بلدة يارون. دفع وزارة الإعلام بالتعاون مع نقابة المصورين الصحفيين إلى تنظيم لقاء جمع عدد من الإعلاميين ممثلين عن هيئات حقوقية للاستماع إلى شهادات الذين أصيبوا ب 13 تشرين الأول ورسائل لمراسلين من غزة ومن الحدود اللبنانية. هيدي قوة الإعلام اللبناني. ما تفكروا أنه الحرب بس هي بالقنابل وهي بالقتل، لا، هي كمان بالحقيقة وكمان التوثيق. هذا الشريط بيرجع بعيد كل يوم ورانا، بصير نفكر نحن بحالنا انه نحن عملنا شيء غلط، كنا بموقع غلط، يعني كل يوم نراجع بنرجع نفكر بقول لا، نحن مش نحن الغلط، نحن اللي صار علينا هو اللي غلط، نحن كنا عم نغطي، نحن شغلنا مقدس. في كثير صحفيين على الجبهات ما منهم مدربين وما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع هيدي الظروف. اللقاء كان بمثابة تحية لجميع المراسلين الذين غطوا انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الجنوب وفرصة لمناقشة الصعوبات التي يواجهونا، وأيضا مطالبة وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الاستمرار بالعمل من أجل تحقيق العدالة للمصور عبد الله والزملاء. ما رح ننام لحد ما ناخد حقه لعصام، حقك هيلي وكارمن وحقنا كلنا. أصعب شيء أنه ما في بوال استأمين على الحياة، ما في بوال استأمين صحية للزملاء. من غزة إلى لبنان عرضت مداخلات لصحفيين مناضلين لم يتركوا الميدان رغم كل الظروف. وللبنان كل التحية والتقدير وكل الحب له. اللافت في هذه التغطيات كان عدد المراسلات يلي أثبتوا مهنيتهم وشجاعتهم، فكانت تحية لإلهم. الحرب في عيون المراسلين، عنوان الجلسة التي استخلص منها التالي: ما وثقه الإعلاميين سيبقى إلى التاريخ شاهد على مدى الإجرام الإسرائيلي بحق الصحفيين.